من الدول يعاملون المرأة باحترام، كون المرأة هي أمك وأختك وبنتك، مثل ما أنت تعامل زوجتك اليوم باكر همينة بنتك هم رح تتعامل نفس هاي المعاملة، ويجوز أسوأ همين منها. فشوية شوية على المرأة العراقية، وخاصة هي عانت ما عانت من الحروب وهواي الأمور حد ما وصلنا اليوم، وإحنا نقول المرأة العراقية والمرأة العراقية وليها سماك قانون يحميها من الضرب والعنف وحتى التحرش. فنتمنى نتمنى من الرجل هلا بالمرأة العراقية. النساء العراقيات نساء عنيدات قويات صابرات، هن ليس مثل باقي السياسي الساسة في العراق يظهرن على الإعلام ويتحدثن نحن فعلنا ونحن قمنا وكذلك وكذلك. المرأة العراقية العاملة فعلا التي تستحق التهنئة هي اللي هي خلف الكواليس في الغالب، أم الأيتام، المرأة المعيلة، المرأة العاملة، الصحفية التي تضع كتفها بكتف زميلها الإعلامي لتغطية كل الأخبار برغم التحديات والتي تطال الذي يريد أن يصل الحقيقة إلى المواطن. المرأة الصابرة النازحة في المخيمات الأزيديات رغم كل ما جرى، واجهنا المجتمع وواجهنا المجتمع المحلي والدولي والعربي وقدمنا المأساة وخطورة هذا الفكر على المجتمع العراقي. يعني كثير من شرائح النساء هم اللي نهنيهم وهم اللي يواجهون هذه الظروف الصعبة بدون إعانة. يعني حتى وزارة المرأة اللي كان مفروض تستمر تقريبا عندما وضعت بلا حقيبة وزارية، يعني كانت شكلية. يعني والله هي المرأة العراقية من زمان تعاني، مو بس اليوم، بس يعني نقدر نقول هواي هسه عندنا. اهم شيء الحريه، يعني مدى نقدر نطلع او نطب بحريه، وكذا مراه يعني سافره متحرره مدى تقدر تعاني من هذا الموضوع. يعني اكو مناطق خاصه انا اعرف هواي سافرات يضطرن يعني لبسن شال وعبايه على مود يطبن بهاي المناطق، يعني لانه يتعرضون من تحرش يعني من الشباب، حتى لو اذا بالكلام بالنظرات مرات تصير يعني يجي يحاولون يتقربون منها يعني قريب كلش، وهاي يعني اعتقد ظاهره ما حلوه. مجتمعنا العراقي دائما يعني ضد المراه، مو ويا المراه، فالمراه دائما تتعرض لصدمات يعني وياها، واكثر الصدمات تتعرض لها يعني تحرش، هذا اول شيء هنا عندنا تتحاسب يعني على هواي شغلات.